الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده ومميزه من برنامج عايش الشباب. الشباب هم المستقبل، لان الحضارات ما بتقومش الا بشبابها. الشباب هم مفتاح الامل، الشباب هم مقياس النجاح. علشان كده يهمنا ان الشباب يكونوا بصحه كويسه وناجحين. خلوني قبل ما ابدا بتعريف فقرات حلقتنا ارحب بزمايلي اللي موجودين معايا في الاستوديو. صباح الخير عليكم يا شباب. صباح الخير يا يارا. خلينا نبدا بتعريف فقرات حلقتنا، وهبدا مع زميلي محمد علاء. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا يارا. النهارده عندنا في الفقره الاولى هنتكلم عن كل الاحداث الرياضيه ومجريات الاسبوع على المستوى المحلي والافريقي. هنناقش كل القضايا على الساحه المستديره، هنناقش كل القضايا واهم المباريات على المستوى الافريقي والمحلي. بالظبط كلامك يا محمد. صباح الخير يا شباب. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. النهارده ان شاء الله في فقرتنا الاولى هتكون معانا اخبار مهمه جدا، هنناقش فيها يعني كل قضايا سواء المباريات المحليه والافريقيه، كل ده هنناقشه ان شاء الله مع ضيفنا كابتن محمد عطوان. بالظبط يا مروان، وان شاء الله تكون فقره رياضيه مميزه جدا. ومعانا في فقرتنا الثانيه الدكتوره منى نور الدين اللي هتكلمنا النهارده عن طرق الاهتمام بصحه المراه اللي بتجعلها قادره على العطاء، وان شاء الله تكون فقره مميزه جدا. بالظبط يا ياسمين، ان شاء الله تكون فقره مهمه ومميزه. فاصل، ولكن قبل الفاصل بنشكر الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه ورئيسها الاعلامي احمد دياب على ثقته الغاليه فينا وتدريبه المستمر اللي خلانا نطلع قدام حضراتكم على الشاشه. بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي محمد علاء ومروان سلامه اللي هيكون معاهم ضيفهم محمد عطوان. انتظرونا بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل في اولى فقرات عايش الشباب. النهارده هنتكلم على كل الاحداث الرياضيه على الساحه المحليه والافريقيه، هنناقش كل القضايا مع ضيفي العزيز. خلينا نرحب بضيف اولى فقرات الحلقه كابتن محمد عطوان. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك. صباح الخير عليك كابتن محمد. خلينا نروح معاك في البدايه، ماتشات افريقيا، ماتش الاهلي والنجم، تقييمك ايه لاداء النادي الاهلي؟ في الحقيقه ان اداء الاهلي في المباراه دي كان الاداء كان كويس جدا، ولكن عجبني قوي وصف الكابتن وائل جمعه للحكم البوتسواني اللي تقريبا ذبح الاهلي. يعني هو الحكم قال الكابتن وائل جمعه الحكم ذبح الاهلي، لان فعلا ده اللي حصل. الاهلي كان اداؤه كويس جدا، اللعيبه كانت بتلعب بشكل كويس جدا وكانت مستحوذه في اغلب فترات الماتش، ولكن الطرد بتاع ايمن اشرف تقريبا هو اللي قتل الاهلي في الماتش ده. ولكن الاداء كان كويس جدا، يعني انا عجبني الاداء الاستحواذ بتاع الاهلي لغايه اخر لحظه بيوصل ومستحوذ، على عكس فرقه النجم الساحلي اللي كان ادائها دفاعي بحت. ولكن انا بشوف ان الاهلي، لا الاهلي كان كويس، يعني الاهلي اداؤه كان كويس جدا في الماتش. طب بالنسبه لاداء الحكم يا كابتن محمد، اداء الحكم زي ما قلت، يعني الاداء بصراحه كان سيء جدا، اغلب القرارات كانت غلط. شفنا الكره اللي انا كنت كلمتك فيها اللي هي بتاعت ايمن، الطرد بتاع ايمن اشرف. هل يا كابتن الطرد مستحق؟ لا طبعا الطرد غير مستحق، اللي هو القانون بيقول ان الكره طالما الكره في الهواء يبقى انذار. وبعدين هي برضو الفكره كلها ان هو ما كانش رايح انفراد على طول، الكره لسه ما كانتش، يعني ما كانش رايح وش للجون على طول. فانا بشوف ان لا، الطرد ظلم الاهلي جدا واثر على الاهلي. ولكن برضو زي ما بقول لك ان الاهلي كان الاداء ما تاثرش قوي، يعني بعد الطرد الاهلي كان بيلعب بشكل كويس جدا، الاداء كان كويس جدا، الاهلي برضو لغايه اخر لحظه كان بيتحكم في رتم المباراه. ولكن برضو الفكره كلها ان احنا لازم نرتقي بمستوى التحكيم شويه، علشان الموضوع ده بيتكرر مع الاهلي زي ما قلنا، زي ما شفنا كمان في اخر بطولتين. فنتمنى ان يتم اعاده النظر في اختيار الحكام بعد كده. يعني هل انت شايف يعني ان دلوقتي اداء الحكم يعني كان له تاثير كبير قوي جدا على سير المباراه والطرد المبكر؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. يعني لولا شخصيه الاهلي وان لعيبه الاهلي كبيره ومتعوده على الاجواء دي ومتعوده على الضغوطات دي، الفرقه كانت هتنهار. فانت طرد في اول الماتش، يعني كمان الطرد ما كانش في اخر الماتش ولا كان في نص الماتش، لا ده انت لسه في البدايه وبينطرد منك مدافع، وعلى الرغم من كده برضو انت كملت ولعبت لاخر لحظه وكنت مستحوذ وكنت محافظ على شكلك ومحافظ على شخصيتك في الملعب. فلا تعامل فايلر بعد الطرد وتغييره، يعني انت شايف ان هو اصلا يعني في التغيير اتاخر قوي في التغيير، ان هو يحاول يعدل من الخطه بسرعه. هي الفكره كلها مش تاخير في التغيير، الفكره كلها ان هو عارف ان عنده اكتر من عنصر جوكر في الملعب. يعني انت عندك فتحي بيلعب في اكتر من مكان، بيلعب في نص الملعب وبيلعب مدافع وبيلعب باك يمين.
فهي الفكره كلها ان هو عنده سنه هدوء شويه، هو مدرب متاني، مدرب هادي، ما عندوش الجزئيه بتاعه التسرع. شايف ان هو ما تاخرش في التغيير؟ لا لا ما تاخرش خالص. خلينا نلفت سك ماتش النجم والاهلي، نروح ماتش الهلال. شايف الماتش كان عامل ازاي؟ طريقه اللعب؟ بص، هو الماتش كان كويس جدا، اداء الاهلي كان كويس جدا. فكره برضو ان انت بتتحكم في رتم المباراه، انت اللي متسيد. فكره الاستحواذ لا عجبني جدا الاداء بتاع الاهلي. الاهلي طبعا كان مطالب ان هو يفوز، لان عدم فوزك في الماتش ده كان هيدخلك بقى في حسابات تانية وتستنى نتائج الماتشات التانية. ففكره الفوز بالنسبه للاهلي في المباراه دي كانت حتميه. هل اللي هو انت لازم تفوز. هل شايف النادي الاهلي بيعاني دفاعيا، محتاج تدعيمات في يناير؟ بص، هي الناس بتشوف ان هو استبعد، وطبعا ياسر ابراهيم طلع بره ال 18 ولعب باحمد فتحي، ولكن هي الفكره كلها ان هو بيحتاج حد بيبني الهجمه من تحت. طبعا. وده اللي بينفذه له ايمن اشرف، علشان كده هو بيعتمد على ايمن اشرف. فهو ما بيشوفش الحته دي قوي في ياسر، فعشان كده اعتمد على فتحي. ولكن انا شايف ان الاهلي محتاج مدافع ومحتاج مهاجم في يناير ان شاء الله. ولكن على الرغم من كده برضو ان الاهلي طلع من المباراه باللي هو عاوزه، وهو ثلاث نقط، ودي كانت اهم حاجه ثلاث نقط طبعا حقق الفوز. طب خلينا نقفل صفحه الاهلي ونروح لنادي الزمالك. شايف ماتش مازيمبي، الظروف، هل اللعيبه ما كانتش مهيئه فنيا؟ اللعيبه رايحه وهي مش مركزه في الماتش، الاداره كانت مخوفه اللعيبه، كان في تاثيرات على اللعيبه، اللعيبه رايحه وهي مش فايقه. شايف الماتش ده كان ايه ظروفه؟ شوف، هو النتيجه بتاعت ماتش مازيمبي اغلب الناس كانت متوقعه. يعني خلينا متوقعين ان هي كانت نتيجه متوقعه. يعني هي كانت سلسله كده، انت خسرت السوبر من الاهلي. صح. بتتعادل مع اف سي مصر في الدوري، بتخسر من انبي في الدوري، فالنتيجه هي كانت سلسله تراكمات بقى. صح. مشاكل اداريه ومشاكل فنيه للفريق. وكان بدايه لرحيل ميتشو برده. رحيل ميتشو برده كان طبيعي. يعني خلينا متفقين. طب هل الخساره دي، يعني كانت الخساره دي كانت اثرت في رحيل ميتشو نهائيا من الزمالك؟ طبعا اثرت، لان اغلب الكلام برده ان دي كانت الفرصه الاخيره بالنسبه لميتشو. والفريق اتهزم. وزي ما قلت لك، هي الهزيمة دي كانت طبيعية وكانت متوقعة جدا، لأنها كانت سلسلة الحاجات كانت مترتبة على بعضها من البداية، زي ما قلت لك السوبر، بعد كده إنبي، بعد كده إف سي مصر. فهي كانت سلسلة كده ترتب عليها في الآخر إن ميتشو أصلا، يعني ميتشو كابتن محمد بيتحمل المسؤولية كلها ولا اللعيبة معلش عليها مسؤولية؟ تمام. بص، هو المسؤولية ما يتحملهاش حد بعينه في المنظومة. أنا بشوف إن رقم واحد إدارة الزمالك، لان اداره الزمالك ما بتوفرش المنظومه كلها، اداره، لاعبين، جهاز فني. ولكن انا بشوف ان رقم واحد الاداره. طب هقول لك حاجه، طب هو دلوقتي الاداره مطلوب منها غير ان هي بتدعم الفرقه؟ تمام، انا معاك في الجزئيه دي، ولكن برضو انت ما بتوفرش الاجواء اللي تنجح المدرب. وده بنشوفه يعني في تصريحات بتطلع بعد الماتش. بنشوف ان انت بتتهم لعيبه بالتخاذل، بتهدد المدرب اللي انت هتتدخل في التشكيله. انت بتتخاذل اصلا في الماتش؟ يعني بص، يعني دلوقتي يا محمد، يعني ازمه الزمالك مشكله اليومين دول، سواء كان اداء لعيبه او اداء مدرب. يعني طبعًا. انت مش شايف ان اللعيبه اصلا، في لعيبه متخاذله؟ لا، مش الفكره، اللعيبه المتخاذله دي برضو المدرب هو اللي يتعامل معاها. انت كاداره مهمتك ان انت توفر لهم الاجواء وتوفر لهم الهدوء والاستقرار اللي يخليهم ينجحوا، انما فكره ان انت على طول بتتدخل وتصريحات وتهدد ان انت بتتدخل في التشكيل، فده ما بيساعدش المدرب ان هو ينجح. طب شايف موضوع حمدي النقازي، هل حمدي النقازي كان متاثر في الماتش؟ اللعب بتاعه كان لما كان بيلعب كان في دماغه المستحقات، واللي ما خدش مستحقات من ثلاث شهور دي كانت دماغه في الماتش. اكيد اثرت. هل اثر على اداء نادي الزمالك؟ طبعا. طبعا. ومشكله حمدي النقازي برده كانت من الحاجات اللي مأثره على نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت. شفنا ان اكتر من لاعب برده غير حمدي النقازي، يعني شفنا المشكله دي اتكررت مع كهربا، حصلت مع جنش برده قبل كده ان هو طلع وطلب مستحقاته. هل ده فعلا الاداره؟ حصلت مع طارق حامد. هل الاداره فعلا في مشكله مستحقات مع اللعيبه ولا ده كلام؟ طبعا. والدليل ان ده ظهر بعد ما تركي آل شيخ اتخلى عن نادي الزمالك. فانت كده بقى عندك ازمه في المستحقات وازمه بالنسبه للعيبه. فديت برضو من الحاجات اللي لازم اداره نادي الزمالك تبص عليها، لان بقى واضح ان لعيبه نادي الزمالك مش بتلعب غير لما بتحصل على مستحقاتها، او طريقه التعامل بقت بشكل احترافي. يعني انت برضه حمدي النقازي لعيب محترف. يعني بقينا قليل برضه لما بنلاقي اللعيب المحترف اللي عنده سنه الانتماء شويه. هو حمدي يعني حمدي النقازي مصيره زي مصير فرجاني الساسي، كل اللعيبه المحترفه اللي موجوده. اكيد. يعني اكيد. يعني لو جينا نبص لحمدي النقازي، يعني في لعيبه كتير قوي ما خدتش حقوقها ومستحقاتها زي ما انت بتقول،
بس برضك ما يدوش الحق ان هو يعني يتم ان هو يفسخ العقد كده ويمشي بالطريقه دي. انا برضه بقول لك ان هو يعني فكره احترافي مع نادي بحجم كيان نادي الزمالك. هو حمد النقاز اشتغل بقوانين لوائح الفيفا ان 3 شهور في وفق 3 شهور لو اللاعب ما خدش المستحقات يفسخ العقد من جانب واحد. ده الفيفا بتقول كده. تمام. هل اللاعب يعني هل اللاعب اجرم في حق نادي الزمالك ولا ده حقه؟ ده حقه. هو بيتعامل بشكل احترافي. تمام. ممكن لو لعيب من ادناء نادي الزمالك استحمل. انما هو بيتعامل اللي لا انا محترف انا بلعب فانت تديني مستحقات. انا قلت لك مصيره مصير فرجاني ساسي وهاجم وبن شرقي. اكيد اكيد. ما انا بقول لك برضه ان هو ده فكره. هو فكره احترافي. بس انا عايز اسالك يعني هو دلوقتي يعني انت بتفضل حازم ولا نقاز؟ انا والله الأفضل. انا بشوف ان حازم افضل. يعني فكره ان انت بس في تملى مكان افريقي بباك رايت وانت عندك حد زي حازم امام. لا صح. حازم امام افضل. ماشي. ما انت عندك هل يعني الزمالك هل حمد النقاز هيأثر في غيابه عن الزمالك؟ لا ما بشوفش ان هو هيأثر. حازم لكن الزمالك يدور على على على, على باك رايت يكون بديل لحازم امام. لكن حازم امام طب المشكله مع الاهلي عنده علي معلول باك ليفت ومؤدي باك ليفت علشان انت عندك مشكله في المركز ده في مصر. مش على مستوى مصر بس علي معلول مؤدي مع الاهلي. مش شرط ان لو حمد النقاز مؤدي كان بيعمل ماتشات تقيله. ماتش الهلال في السعوديه كان عامل ماتش عالي. اكيد انا ما اقدرش انكر. ولكن مروان سالني بيقول لي هل حازم امام افضل ولا 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 حمد النقاز؟ فانا بقول لك لا انه حازم امام يكاد يكون في نفس المستوى بل وافضل. يعني أفضل مش يعني هيحصل مهاري اكتر من مش هيحصل مش هيحصل ازمه في المركز ده بالنسبه لنادي الزمالك. بس معلش كل وجهه نظر مدرب بيحب يعتمد على لاعب معين. انا المدرب دفاعي فعاوز لاعب دفاعي. مدرب هجومي عاوز لاعب هجومي. دي مش شرط. ما بقول لك شرط تمشي حمد النقاز او تقعده او تقعد تلعب حازم او تقعد النقاز. صح. انت تقول كل فكره مدرب. خلينا بقى نقفل الصفحه ديت ونروح رحيل ميتشو. الدنيا ديت شفتها ازاي؟ والله بص هو لسه برضو كلمتك في النقطه دي ان هي الفكره كلها ان انت كاداره نادي الزمالك ما بتوفرش الاجواء اللي تنجح المدرب. بالمناسبه ميتشو هو ثالث اسرع اجنبي بالنسبه للمدربين الراحلين عن نادي الزمالك. مدرب تقريبا قعد 100 يوم او ما كملش 100 يوم كمان. فهي الفكره كلها ان انت كاداره ما بتوفرش الاجواء اللي تنجح المدرب. وده بنشوفه في تصريحات بنشوفه في صفقات لعيبه بعدد كتير جدا. المدرب ما بيبقاش عنده فرصه ان هو يعمل فتره اعداد مع اللعيبه. ما بيختارش الصفقات اللي هيلعب بيها. فهي مجموعه عوامل كده بتلاقي في الاخر ان النهايه بتكون واحده. نهايه كل مدرب بتكون واحده. الدوري ميتشو طب في فتره شهر كبير يعني عدى الشهر ماشي تمام. انما انا حفظ فيها لعيبه. انما انا بتكلم في العادي ان اغلب المدربين اللي كانوا موجودين طبعا عدد كبير جدا كانوا موجود في درب نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. نفس المشكله المدرب ما يكملش 3 4 ماتشات وتلاقي الازمات بدات تظهر. وده الدليل ان احنا كارتيرون اتعين. انا بشوف ان هو مدرب كويس جدا ولكن ياخد فرصه. ميتشو برضو ما كانش وحش للدرجه اللي الناس متخيلها ولكن برضو هو يعني ما خدش برضو الفرصه اللي كان لاي اداء الفرقه. لا وخد فرصه يا كابتن محمد. تمام. يعني شهر وشويه ده يحافظ اللعيبه كوره قال الدنيا اول دي. اداء الفريق كان يحكم ان هو يمشي. يعني انت لو مكان اي رئيس نادي وشفت اداء فرقتي بيتدهور من ماتش للتاني لازم بالطبيعي ان انا ادور على مدرب تاني. طيب تمام انا معاك. وده برضو يرجعنا لنقطة ان انت اختيارك من البداية برضو للمدرب ما بيكونش يعني ايه ما بيكونش يعني ما بتختارش بكفاءة قوي. البداية كانت كويسة. ان هي البداية كانت كويسة. ليه انت بقى ما تدروش الفرصة ان هو يبني على ده؟ ما احنا برضو رجعنا برضو لنفس النقطة اللي هو انت بدأت ببطولة. يعني مفيش افضل من كده. بداية مثالية لأي مدرب ان هو يبدأ ببطولة. ولكن شفنا برضو بعد كده بدات تظهر المشاكل. طب انت شايف من وجهه نظرك ان الماتش بتاع بيراميدز عامل الماتش عالي اداء فنيا رجوله في هل يعني تناقص المستوى دوت شايفه ايه يعني سبب بالنسبه إيه؟ بالنسبه للزمالك بالنسبه للماتش فنيا وقع فنيا مش قادر يلم اللعيبه مش قادر يحط التشكيل كويس كل ماتش بتغيير شكل شايف ده ايه يعني؟ لا هو انا بقول لك ان هو الدروب اللي حصل ده طبيعي. ولكن هي الفكره كلها اللي انت تدي له ثقه. تمام. ادي له ثقه. انت متعاقد مع المدرب ده موسم او موسمين بافتراض ان هو موسم. ادي له الموسم ده كامل. بعد كده بقى اجي نهايه الموسم تعالى انت في البطوله دي عملت كذا وفي البطوله دي عملت كذا وفي البطوله دي عملت كذا. الاداره هتيجي تلاقي دلوقتي الزمالك خامس الدوري. الماتشين بتوع افريقيا خسرهم.
حاجه ليها بعد ايه بعد كده؟ شوف خلينا مثلا نضرب مثل بالاهلي. تمام. انت دلوقتي خسرت من سان داونز اكبر نتيجه لفرقه مصريه في البطولات الافريقيه كلها. تمام. خسرت خمسه بس ده كان اخر الموسم. تمام. فكان رد الفعل الطبيعي لاي اداره ان هي ايه الاقاله. لا اجتمعوا مع المدرب وادوا له الثقه، الراجل قفل على الفرقه تاني، اشتغل في الدوري وكسب بطوله الدوري. بس ده كان القرار متاخد معروف يا كابتن. يا كابتن تمام انا معاك، بس الفكره كلها ان انت تدي له الثقه. ادي له، ادي للمدرب بتاعك الثقه، حسسه ان انت واثق فيه، وفي الاخر تعالى حاسبه. انا لقيت ان النتائج بتتحسن، ولقيت ان في شغل مع الفرقه، ولقيت ان اللعيبه بتشتغل احسن. تمام. انما لقيت ان الاداء بيتراجع، لا يبقى خلاص، انما مش حاسبه بماتش او ماتشين. فدي هي الفكره يعني. طب هل الزمالك محتاج تدعيمات في يناير؟ الزمالك محتاج تدعيمات. في المركز الزمالك محتاجه زي ما قلت لك، هو محتاج باك رايت يكون بديل لحازم امام. تمام. ومحتاج مدافع، ومحتاج طبعا لان محمود عبد العزيز اتصاب، فهو محتاج ديفندر يكون بديل لطارق حامد. فهو ثلاث تدعيمات يعني، الدفاع والباك رايت ومركز ستة اللي هو الديفندر. طب بالنسبه لمباراه الزمالك امبارح واجوستو، يعني شايفها ازاي؟ او طريقه اللعب، او في تغيير في الاداء ما بين كارتيرون وميتشو؟ طبعا هو الاداء اتطور جدا مع كارتيرون. شفنا اللعيبه ابتدت، حسيت ان لعيبه الزمالك ابتدت تحس بالمسؤوليه، في روح شويه بقى بقى بقى, بقى في روح، واللعيبه بقت يعني عندها حميه شويه، وده طبعا انعكس على الاداء. ماشي. كارتيرون يعني ادار المباراه بشكل كويس جدا، وكان كويس جدا. فلا واضح ان الاداء بيتحسن والاداء بيتطور، وغير كده كمان ان كارتيرون عنده خبره. خلينا نقفل صفحه افريقيا. شايف ماتشين الكاس سريعا كده، ماتشين الكاس الزمالك والشرقيه والاهلي وبنو سويف. ماتشين الكاس انا بشوف ان الاهلي والزمالك خدوا منهم اللي هو عاوزينه. يعني على الرغم ان بالنسبه للاهلي ما كانش اللعيبه اللي بتلعب ما كانش من السكواد الاساسي، بس فرقه الاهلي برضو طلعت باللي هي عاوزاه، خصوصا ان يعني بطوله الكاس بيبقى غدار شويه، بتحصل مفاجآت. كان في مفاجآت كتير ولكن الانتاج الحربي طلع من ابو قير للاسمده، وشفنا فرق ثانيه بتطلع. ولكن لا انا بشوف ان الاهلي والزمالك ادوا او طلعوا من المباراتين باللي هم عاوزينه. شكرا كابتن محمد عطوان. وفي نهايه حلقتنا حابب اشكر ضيف المتميز الكابتن محمد عطوان. استنوا زمايلي يارا عمر وياسمين الحريري في ثاني فقرات عاش الشباب. بشكر زميلي مروان. بشكرك يا محمد وبشكر كابتن محمد عطوان. فاصل خلصونا نرجع لحضراتكم مره ثانيه.